أشهد أن لا إله إلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض أهل العلم مشهودا أي أن النزول الإلهي ينتهي بعد انتهاء قراءة الفجر، قراءة الإمام في صلاة الفجر، وهو أحد الأوجه في تفسير الآية. الوجه الثاني أنه مشهودا تشهده ملائكة الليل والنهار لأنهم يتعاقبون فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر كما في الصحيح. هنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أنه كثير من الناس إلا من رحم الله في صلاة الفجر إذا فاتته الصلاة مع الإمام، فاتته ركعة أو فاتته الركعتين الأولين وأدرك التشهد وقام يتم صلاته، فإنك لا تسمع منه القراءة، بل إنه يقرأ في داخل نفسه، والسنة أن يقال له ارفع واقرأ بقدر ما تسمع نفسك. هذا أقل شيء، أن يكون قراءتك في الجهرية بقدر ما تسمع نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.